أنا شفت فلان أو فلانة للمشاهير أجرى هاي العملية، خلي أروح أنا هم أسويها. أحسنت. طيب أنت من تروح تسويها أنت ما تعرف شنو الحالة اللي عند هذه الشخصية، تناسبك ما تناسبك، فصارت هوس أنه بدون أي تشيك أب، بدون أي فحوصات، بدون أي نظام غذائي، أنا شفت فلان وفلانة أروح أسوي نفس العملية. طيب هنا أنا هذه العمليات منو الأكثر خطورة بيهن واللي بيها سايد إفكت كلش كبير؟ كلها خطرة. أوف. بس أكو نقطة كلش مهمة حتى هنا أنا أيضا المشاهدين، هاي عمليات هي عبارة عن حلول لناس ما يقدرون عن طريق الحمية والدايت الطبيعي ينزل وزنهم. لكن هنا أنا أرجع إلى قولي الأول، قلت ضروري جدا المراجع اللي يعاني من السمنة أو زيادة وزن أو 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 يلتجئ إلى المتخصص الطبيب الجراح، يقعد وياه يحكي وياه يشوف الحل الأنسب. هل أنا يحتاج لشفط دهون بعد عملية دايت استمرت سنة، أم أحتاج بالون معدة، أم أحتاج قص، أم أحتاج تكميم؟ لأنه كلها خطيرة. ماكو شيء اليوم عندنا بهاي العمليات، وأكيد الأطباء زملاء كلهم يأيدوني، مو خطير. وذكرت أنا هاي العمليات هي للناس اللي ما إلها أي حل ثاني. يعني مثلا عندنا بالدنمارك البي أم آي مالتك كتلة الجسم إذا كانت فوق 35 مع مرض مزمن ممكن تسمح لك الحكومة الدنماركية تسوي لك عملية على حساب الدولة، طبعا على نفقة الدولة، على نفقة الدولة طبعا. لكن اللي دا يصير شنو، حتى بالدنمارك الشخص دا يصير عنده كسل ملل يروح للطبيب، عنده فقط كتلة الجسم 35 ما عنده مرض مزمن سوي لي عملية، هذا الشيء ما يصير. فيلتجئ إلى البرايفت سيكشن اللي هو إن كان أوروبا أو كان حتى خارج أوروبا، البرايفت سيكشن يرحب في جميع مع جميع الحالات. وهذا اللي شوي ممكن هنا اللي دا يصير، الحالات اللي دا تصير الخطرة، وأيضا حالات الوفاة اللي دا تصير هي بسبب حقيقة إنه ماكو مصداقية من الأخصائي مع المريض. صح. أنا ممكن أسوي العملية لكن تكون هاي العملية في نهاية المطاف. أيضا مثال، قبل ما نسوي أي عملية بالدنمارك اللي عندهم سمنة مفرطة 35 فما فوق زائد مرض مزمن سكر ضغط قلب أو إلى آخره، لازم ينزل 8% إلى 10% من وزنه قبل إجراء العملية. وهاي حقيقة حتى المريض هنا قبل ما يسوي العملية يكون هو بذل مجهود. أيضا هاي فقرة كلش مهمة حتى البنج نقلله حتى ما يرتفع ضغط الدم، لأنك أنت إذا نزلت من 8 إلى 10% من وزنك راح يقل مخاطر الوفاة تحت البنج الكامل. حلو. فاثنين أنت راح تتعلم، أوكي أنا قبل العملية لازم أسوي دايت، لازم أسوي حمية. اليوم أسمع المريض يلتقي بالطبيب اليوم بعد يومين عمليته، لا سوى حمية لا سوى تنظيف، يستسهلوها جدا، شوفها أسهل. وأنا عندي حالات إجتني وصلت إلى الموت بسبب عدم إعطاء المعلومات الكافية. يعني امرأة تتكلم وياي، أم تقول لي دكتورة أنا وديت بنتي إلى العملية مال التكميم، لأنه خلاص بعد أي سنة وما إلى آخره وصارت ترند، سوت التكميم رجعت للبيت بثقوب بأمور اللي هي شايلتها وياها، حتى إيه اللي تخرج هذه الدهون المفروض هذا الشيء، لا مو الدهون، الدم، ها العفو، الجراحة، لأنه هي أحسن الجراحة. والمفروض هي من تطلع من صالة العمليات حقيقة ما عندها أي شيء تشيله وياها بعد التكميم. أوف. المفروض ثقوب بسيطة مجهرية مغلفة عليها بلاستر، ماكو هذه الصوندات وهذا وظلت تنزف البنية 5 ساعات، الأم ما تعرف إنه هذا الشيء مو طبيعي، أنا على حد قولها تقول لي أنا بقيت بالمطبخ وحتى أبتعد عن بنتي لأنه ما أريد أشوف الدم ده ينزل بهذا المنظر، وبنتي تقول لي ماما ده ينزل، وهو قالت لي إيه أكيد هذا جراحة أو مي أو سوائل. بعد 5 ساعات قالت لا هذا الشيء مبين، الشيء اللي موجود زاد عن حد، راحت للمستشفى قال لهم متأخرين ساعة كان ماتت. واو. بنت شابة. هنا شنو السبب دكتورة؟ عدم إعطاء المعلومات الكافية قبل العملية وبعد العملية. الدم شنو سببه؟ جراحة بها خطأ 100%. هسه هي أكيد تسمعني، يعني إن شاء الله يا ربي حالاتها راح تصير زينة، الجسم قوي هنا حتى أيضا إحنا سبحان الله الجسم يتأقلم وقوي، لكن ما نتهاون طبعا. أبداً ما نتهاون، قد خطأ بسيط جداً جراحي يؤدي إلى الحياة. وفعلاً كان صادق الشخص لما قالها لو متأخرة ساعة كان أدى إلى الوفاة.